لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب والدولة تتفق على إلغاء المادة الثامنة في الاتفاق السياسي. مجموعة من السيدات تغلق الإشارة الضوئية بالقرب من نادي الاتحاد. وعميد بلدية بنغازي يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني. نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي، أهلا بكم. أعلنت شريحة من المتقاعدين في بلدية القبة وعين مارة والأبرق والجيجب ولالي والمخيلي في بيان لهم تأييدهم الكامل لحملة توفيض القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر. هذا وطالبت شريحة المتقاعدين في بيانها المسؤولين في الدولة بتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الراهنة. بداية نترحم على أرواح شهدائنا ونطلب الشفاء لجرحانا والعودة لمفقودينا. نحن شريحة المتقاعدين بالقبة وعين مارة والأبرق والقيقب ولالي والبخيري، والتي طالما خاطبت المسؤولين تطالب تحسين أوضاعهم ماديا ومعنويا رد جميل لما بذلوه في بناء الوطن والمواطن في شتى المجالات، غير أن تلك المطالب اهملت ولم يعنى بها حتى الآن رغم حقيتها وشرعيتها. أيها الأخوة، نحن اليوم في وقفة تأييدية للقيادة التاريخية للقوات المسلحة، وهي تنتصر في كل مكان بفضل قيادتها الحكيمة الشجاعة المتمثلة في سيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر. وفي هذا الإطار وكلنا ثقة وعزيمة وتصميم نعلن تفويضنا للسيد المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر لاستلام أمر البلاد وإدارتها لمدة 4 سنوات ليعم الأمن ويعيش المواطن الحياة السعيدة في ظل ثورة الكرامة المجيدة. أكد سكان حي الكيش بمدينة بنغازي تأييدهم الكامل لحملة تفويض القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لقيادة البلاد 4 سنوات، مباركين انتصارة القوات المسلحة في كافة ربوع الوطن ومطالبين برفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة. نحن وشباب وحكماء وعيال منطقة الكيش رقم 1 نبارك لقواتنا المسلحة انتصاراتها الدائمة في كل ربوع البلاد، وآخرها انتصار العظيم في صبراتها والعزيدات. أولا، نفوض المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر، والذي يهدف لإنقاذ البلاد مما وصلت إليه في غياب تام للجهات التشريعية والحكومات المتعاقبة في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا جنوبا وغربا وشرقا أشد المعاناة من انقطاع السيولة وانعدام الخدمات بل وتهالك المنظومات الخدمية بالكامل، وذلك نتيجة إطالة عمد هذا الحوار الذي لا نرى فيه إلا أنه يضيع على وطننا وقتا ثمينا من إمكانيات إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ثانيا، تمسكنا بمطالبنا ومشروعنا المعلن عنه بالكامل. ثالثا، تمسكنا بدعمنا للجيش الليبي ودعم بناءه لتحرير كامل التراب الليبي. رابعا، خيارنا بتفويض المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر هو خيارا نابع من الثقة المتبادلة بيننا وبينه وصادر عن كل مكونات شعبنا الاجتماعية والمدنية.
أصدر الحاكم العسكري درنا بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري تعميما إلى مسؤولي القطاعات والهيئات والأجهزة والمصارف والشركات العامة بشأن شركة الخطوط الجوية الإفريقية. ونوه الحاكم العسكري إلى أن سراج عبد القادر الفيتوري هو المكلف بمهام المنطقة الشرقية لشركة الخطوط الجوية الإفريقية ومديرا لها، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الشركة. وأكد الفريق الناظوري في تعميمه أن سراج الفيتوري يعتبر الجهة الرسمية والقانونية والمخول التعامل معها بموجب التشريعات السارية، ويحظر التعامل مع جهة أخرى تحت أي مسمى. أكد موفد قناة ليبيا الحدث إلى تونس انسحاب لجنة صياغة مجلس النواب من الجلسة وتعليقها من قبل البعثة الأممية بسبب وصول الحوار إلى طريق مسدود. وأوضح موفد ليبيا الحدث أن انسحاب لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب جاءت نتيجة لقضايا خلافية وعدم جدية ومصداقية الطرف الآخر. هذا ونوه موفد قناة ليبيا الحدث إلى تونس أن أعضاء الحوار عن مجلس النواب يعقدون اجتماعا مغلق بعد انسحابهم من جلسة الحوار. بدأت يوم أمس ولازالت طبعا قيد الدراسة والمناقشة، ولم يتم التوصل لأي نتائج في الجولة الثانية لأن ما زالت في بدايتها، وهذا مخاض طبعا. إن شاء الله نأمل أن يأتي بنتيجة إن شاء الله توافق ما بين اللجنتين بإذن الله تعالى. وفي ذات السياق كشف عضو لجنة الحوار بمجلس النواب حسن الزرقا عن اتفاق لجنتي الصياغة بمجلسي النواب والدولة على أن يتم اختيار أعضاء المجلس الرئاسي عن طريق القوائم، وأن تكون القائمة ممثلة لكل الأقاليم الجغرافية، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن تمنح الحكومة حق التعيين في بعض المناصب العليا في الدولة. وبين الزرقا أن الخلاف ما يزال قائما حول مصادقة مجلس النواب عليها وحول صلاحيات وصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكد الزرقا أن الخلاف ما يزال قائما حول تعديل مجلس الدولة بسبب رفض أعضائه لإعادة تشكيلة للتعديل، في إشارة إلى ضم أعضاء كتلة 94 للمجلس. اجتماعات تقام يوميا في مقر بعثة الأمم المتحدة للجنة الصياغة، حدثنا أكثر عن هذا الاجتماع، واجتماع اليوم لو كان في جدول أعمال معين يعني تم وضعه. هو الاجتماعات يوميا طبعا في الصبح وفي المساء، في الصبح غادي في مقر بعثة الأمم المتحدة وفي المساء في مقر الفندق. الجلسة اليوم إن شاء الله ستتناول موضوع المجلس الدولة، مجلس الدولة في عملية مجلس الدولة. طبعا نحن طبعا من ثوابتنا أن لابد أن يكون أعضاء مجلس الدولة أعضاء المؤتمر اللي تم انتخابه في 7/7/2012، وهذه ما زالت بين كر وفر ما بين اللجنتين، وإن شاء الله نصل إلى نتيجة فيها بإذن الله تعالى. طيب، في جدل على بعض المواد داخل الاتفاق السياسي، هل تم التوصل إلى حلول خاصة حول المادة الثامنة متعلقة بصلاحيات القائد الأعلى؟ والله ما زالت هي الأخرى، ما زلنا الحقيقة ندرس في البرنامج القائد الأعلى. نحن طبعا طلبنا بأن القائد الأعلى هو يكون في البداية يكون مجلس النواب، ولكن طبعا في النهاية تم التنازل على أساس تكون هي تبع القائد الأعلى هو المجلس الرئاسي، ولكن بشروط على أساس أن قراراتهم تكون قرارات بالإجماع وبعد موافقة مجلس النواب عن ذلك.
هذا ووصلت لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس وللدولة إلى مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة وضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي بحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة. وبدأ اجتماع اللجنة بوضع جدول أعمال هذه الجولة من الاجتماعات، حيث ركز اللقاء على آلية اختيار المجلس الرئاسي المصغر ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى اختصاصات وصلاحيات كل من المجلس الرئاسي والحكومة. وللتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا موفد قناة ليبيا الحدث في تونس صفاء الحاسي. بداية صفاء، أهلا بك وأطلعينا على آخر مستجدات ما تم هناك في العاصمة تونس من لجنة الحوار. نعم، أهلا بك غادة وبكافة المشاهدين. في الحديث عن جلسات الحوار الليبي في تونس، كما ذكرت قبل قليل بأنه انسحبت لجنة الصياغة التابعة لمجلس النواب من الاجتماع المعقد منذ الصباح حتى ساعات المساء داخل مقر بعثة الأمم المتحدة مع المبعوث الأممي غسان سلامة. مصادر من داخل مجلس النواب ومن داخل الاجتماع أيضا حدثتني بأن سبب الانسحاب هو تعنت مجلس الدولة في طلباته، رفع سقف الطلبات، عدم الجدية في أي قرارات. كذلك لمحوا على أن الحوار حتى هذه الجلسة تظهر عليه ملامح الطريق المسدود، بأنه لم يتم الاتفاق على شيء، ولعل أبرز نقاط الخلاف هي حول تشكيلة الحكومة وأيضا حول آلية اختيار المجلس الرئاسي. كما ذكرت في مداخلة سابقة بأنه تم اختياره عن طريق القوائم، لعل نقطة الخلاف وهي على هذه القوائم وهذه الأسماء. أكد بأنه حتى الآن لم يتم احتمال أي أسماء، إنما هي أسماء مطروحة من الطرفين. مجلس الدولة تعمد أو تعنت عفوا على عدم التفاوض في الأسماء المطروحة من قبله. كذلك هناك بعض المعلومات التي وردتني من بعض أعضاء مجلس النواب حول أن المادة الثامنة أيضا هي محل جدل داخل أروقة جلسات الحوار، وكذلك داخل الاجتماع الذي كان منعقد مع بعثة الأمم المتحدة. الآن أو منذ نصف ساعة بالتحديد داخل أعضاء مجلس النواب أو لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب في اجتماع مغلق سري أيضا منع فيه دخول أي من وسائل الإعلام سواء المحلية أو حتى العربية أو العالمية الموجودة، منعت كل وسائل الإعلام من التغطية. وساعة بالتحديد أو ساعة كما أخبرتنا بعض المصادر بأنه ينتهي الاجتماع وسيخرج أعضاء مجلس النواب بالنتائج أو بالتوصيات من هذا الاجتماع على أن يتم إما أن يتم الاستمرار في الحوار أو يتم انسحاب لجنة مجلس النواب تماما من الحوار. نعم، أشكرك صفاء الحاسي موفد قناة ليبيا الحدث من العاصمة تونس، شكرا جزيلا لك. اعترف الإرهابي أحمد المشيطي والملقب بعصيدة أحد عناصر أنصار الشريعة الإرهابي ببنغازي بحربه ضد الجيش الوطني في عام 2014، مبينا مبايعته لقائد داعش الإرهابي في بنغازي الإرهابي محمود البرعصي. جاء هذا عقب القبض عليه في مصراتة في مقرات تابعة لكاتبة الفاروق الإرهابية المتحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي. قلت عديت انضميت لكتيبة أنصار السريع، قعدت مع أنصار السريع يطلع معهم حماية ملتقياتهم، قعدت فترة معهم على بوابة القوارشة، قعدت معهم فترة، بعدين ما عادش مشيت لهم، بعدين تم جت عملية الكرامة، تميت مقاتل معهم، قعدت قاتل مع أنصار السريع، بعدين مشيت قعدت مع سوق الحوت، قعدت مع شباب سوق الحوت، دور سوق الحوت، بعدين جاني محمد ترهوني قال لي من المنظومة تعال اقعد معانا انضم لتنظيم الدولة. كان محمد تروني في منطقة قنفودة، انتقل من منطقة قنفودة جانا وين في الصابري، جاء في الصابري قعد فترة في الصابري، كان يمشي ويجي علينا وين في المحاور، كان يبرم على المحاور تاعت الصابري لأن المحاور الصابري كلهم شنو مع التنظيم. كنت أنا وين في سوق الحوت، كان يمشي ويجي علينا في سوق الحوت في النقطة، كان يجينا في النقطة تم كان يدوينا يشرح لنا كيف ما تقول، كان يقول لنا راهو هذا تباعوا ضروري تباعوا أن هذه خلافة ونكونوا جيش ونمشوا به فلسطين ونحرر به فلسطين. كان معايا في النقطة وليد انقلب بدر الشيخي وفرج الرباعي
كان واحد ينقال له، كان معايا وليد، كان معايا وليد ينقال له ترتر وسمرون مع من درنا ضومه اظن روحوا الدرنة، فهمت؟ ما كان اظن ما بايعوش، فهمت؟ فرج مبايع، فهمت؟ فرج مبايع قبل ما يجي حتى محمد ترهوني، قبل ما الموضوع هذا كله، فهمت؟ محمد ترهوني هذا طبعا انتقلت انا من سوق الحوت، مشيت للصابي، تلاقيت مع منو؟ مع محمود البرعسي. محمود البرعسي هذا ماسك شنو؟ ماسك التنظيم، هذا اللي ماسك، هذا امير التنظيم في مدينه بنغازي. هو تمت البيعه عن طريق محمد ترهوني، بايعت محمود البرعسي في الصابي. بايعته، قال لي بايع السمع وعلى الطاعه منشط المكره، بايعت محمود البراس. هذه تمت بيعتي هنا في مدينه الصاب. كان انا كانت النقطه بتاعي مخصصه وين؟ في سوق، احنا انا وفرج ربيعي كنا مخصصين في جهه شارع مصرات، وكان التنظيم يقاتل في سوق الحوت، كان عنده نقاط في سوق الحوت، كانت عنده عماره حماده العبد، كانت عنده هذه على مستوى على شارع على مستوى على مستوى شارع عمر بن عاص، وكان يقاتل حتى اليوم القتال مع علي خش وعلي عمر بن عاص، خذوه في شارع عمر بن عاص. كانت الدوله، كان التنظيم يقاتل معهم، كان يقاتل مع جماعه سوق الحوت، كان قتال واحد، كان جماعه سوق الحوت يساندوا في جماعه الصابري، وجماعه الصابري كان يساندوا في سوق الحوت، كان قتال واحد، ما فيش فرق كان في القتال، فهمت؟ بعدين هي تم عندنا اشتباكات صارت في سوق الحوت، كان معنا تنظيم، فهمت؟ التنظيم كان خشينا مع بعضنا للقتال في سوق الحوت. وأوضح الإرهابي الملقب بعصيدة في اعترافات بثتها إدارة المباحث الجنائية بمصراتة أن أنصار الشريعة الإرهابي كانت تقاتل في صف تنظيم داعش باعتبارهم جزء واحد يحارب الجيش الوطني في سوق الحوت والصابري، هدفهم يتمحور في بناء جيش موحد. بس الفكر مش فكر واحد، فهمت؟ هم أظن تنظيم وضم مجلس سورة طوار بنغازي، ما كانوا يقاتلوا بقتالهم واحد ضد، وكان نقاطهم اللي في بتاعت التنظيم اللي كان في مجلس السورة هم عامش مجموعة مجلس سورة طوار بنغازي، كان تنظيم بروحه، فهمت؟ كان النقاط تاعهم تنظيم بروحه، وجماعة مجلس السورة نقاطهم بروحه، وتم الاشتباكات ضد حفتر وحدة، فهمت؟ ما فيش اختلاف، يقدموا بعضهم ويوخروا مع بعضهم. قامت مجموعة من السيدات بغلق الطريق في الإشارة الضوئية بالقرب من نادي الاتحاد احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية التي تشهدها المدينة. الجدير بالذكر أن مدينة طرابلس تشهد أوضاعا مادية وحياتية مزرية بسبب سيطرة الميليشيات المتناحرة على العاصمة. طالب عضو ما يسمى بمجلس الدولة إدريس بوفايد خلال رسالة رسمية مصحوبة بمذكرة تفصيلية سحب الثقة من المدعو عبد الرحمن السويحلي من رئاسة المجلس لتبذيره الأموال العامة بطريقة مبالغ فيها. وأوضح بوفايدة في نص الرسالة أن المدعو عبد الرحمن السويحلي يقوم بتسيير مجلس الدولة بناء على مصالحه الشخصية، بالإضافة لاتخاذه القرارات وإرساله للوفود خارج البلاد بشكل فردي دون رجوع لباقي أعضاء المجلس، مشيرا إلى تدخلات سافرة ومهينة لنجله محمد عبد الرحمن السويحلي في عمل أعضاء المجلس ومنعهم من أداء عملهم المناط بهم. هذا ويواصل السويحلي استغلال منصبه في دعم الجماعات الإرهابية والليبية المقاتلة الإرهابية بالعاصمة طرابلس ومدها بالمال والعتاد مقابل صمت تام من السراج وحكومته في محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية وردعها. استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وفدا من بلدية غات، وذلك للاطلاع على أوضاع البلدية وأبرز احتياجاتها تمهيدا لزيارة الحكومة المؤقتة إلى المنطقة. وأكد الثني خلال لقائه بالوفد أن الحكومة وزعت المشاريع على مناطق غرب البلاد وشرقها وجنوبها من أجل أن يهنأ المواطن بالعيش الكريم، مبينا أن الاحتياجات
يتم تضمينها إلى مشاريع الحكومة التي تعتزم تنفيذها في هذه الأيام رغم انعدام الإيرادات. الاجتماع كان بحضور نائبة لشؤون الهيئات ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء. وفي سياق متصل، استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وفدا من محلة أوال التابعة لبلدية درج، وذلك للاطلاع على شؤون المحلة واستلام كافة احتياجاتها تمهيدا لتقديمها ضمن المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها بمناطق غرب وجنوب غرب البلاد. كما تم خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ مشاريع البنية التحتية والكهرباء والمياه والتعليم والصحة. كما طلع الثني على آخر مستجدات تنفيذ المشاريع الخدمية الضرورية التي تعمل الحكومة على تنفيذها بمناطق باطن وظاهر الجبل الغربي والجنوب الغربي لليبيا وكيفية الانتهاء من تنفيذها قبل انتهاء العام الحالي. تشارك الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في فعاليات المؤتمر الدولي لتنمية الاتصالات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وذكرت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبر موقعها في الفيسبوك أن فعاليات المؤتمر تتواصل حتى 20 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم خلال المؤتمر التصويت على قرار لدعم وتقييم قطاع الاتصالات في ليبيا. وأضافت الهيئة أنه سيتم خلال المؤتمر بحث إنشاء المؤسسات المناسبة وبناء القدرات البشرية ووضع تشريعات في مجال الاتصالات وتسخير كافة إمكانيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعترف بها لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ليبيا. استقبل عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار في مقر البلدية سفير إيطاليا في ليبيا جوزيبي بيروني والوفد المرافق له، حيث ناقش الطرفان آخر المستجدات على الساحة الليبية. في ظل الأمن والأمان بمدينة بنغازي وتوافد الضيوف عليها من كافة دول العالم، عقد عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار اجتماعا موسعا مع السفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني بقاعة الاجتماعات بمقر شركة الخليج العربي للنفط في مدينة بنغازي، وبحضور أعضاء من غرفة التجارة والصناعة، ضمن زيارة السفير الإيطالي والوفد المرافق له للمدينة وزيارته لمقر البلدية. بعد القضاء على الإرهاب، الآن لحظة السلام، بنغازي مدينة السلام، ولابد من فوز السلام، فمن أجل القيام بذلك لابد من التزام مع المجتمع الدولي، لابد من عملية حوار شامل كما ذكرتم، حوار سياسي حتى لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين كل المناطق في ليبيا. فالمصالحة الوطنية تبدأ على مستوى المدن، فالمهم هو أن يتم مصالحة بين كل المدن الليبية، فالمدن الليبية هو قوة حقيقية لليبيا. هذا وقال عميد البلدية أن ليبيا عانت الكثير وبنغازي بشكل خاص بسبب الدمار الذي أحدثته التنظيمات الإرهابية قبل تحريرها من قبل القوات المسلحة، وأن الجانب الاقتصادي مهم في ربط التعاون بين الشعوب في المنطقة الشرقية، فالمنطقة الشرقية مؤمنة بفضل القوات المسلحة وتتمتع المنطقة باستقرار أمني كبير.
السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أكد أن مدينة بنغازي الآن هي مدينة السلام، ولا بد من التزام بلاده مع المجتمع الدولي بشأن الحوار الشامل بين كل الأطراف الليبية من أجل إحلال السلام في ليبيا. أكد السفير الإيطالي خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء غرفة الصناعة والتجارة ببنغازي والمهتمين بالشأن الاقتصادي أن المصالحة الوطنية تبدأ بين كل المدن الليبية، وبنغازي لها دورا مهما جدا. هذه الزيارة التي تعد الأولى له، الهدف منها التعاون المستمر وسعي بلاده في مساعدة تنمية بنغازي التي عانت من الإرهاب كثيرا، مجيدا في الوقت ذاته بجهود القوات المسلحة وقدرات الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وتحرير المدينة، وأنهم متواجدون بها لمناقشة كيفية تقديم كافة الخدمات والتعاون لخدمة المدينة، فالكثير من الشركات الإيطالية تريد المشاركة في إعادة إعمار مدينة بنغازي، كما يسعون لدعوة الشركات الإيطالية للمشاركة في تنظيم مؤتمر في بنغازي بكافة المجالات. وشدد أن الشركات الإيطالية مستعدة للعودة في ليبيا للمساهمة في إعادة بناء المدارس والموانئ والمساعدة في تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها البلاد. بدوره رئيس غرفة التجارة والصناعة ببنغازي منعم الصعيدي قال أنهم يسعون للتعاون مع أكبر الشركات الإيطالية، وأن رجال الأعمال الليبيين مستعدين للتعاون، وتعتبر هذه الزيارة تغيرا كبيرا لموقف روما تجاه المنطقة الشرقية، ونتمنى استثمار هذه الزيارة فالمنطقة بحماية الجيش الوطني، ومتمنين أن ينقل الصورة التي شاهدها للحكومة الإيطالية. تستعد شركة ليبيانا للهاتف المحمول في المنطقة الشرقية لإطلاق حملة الحقيبة المدرسية للعام الدراسي 2017-2018. وبحسب المكتب الإعلامي لشركة ليبيانا، فإن الحملة تهدف إلى دعم أطفال أسر ذوي الدخل المحدود والدارسين في المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية من خلال توفير مستلزماتهم الضرورية ليتمكنوا من استكمال الدراسة. وأكدت الشركة أن الاستعدادات قد اكتملت لإطلاق الحملة ليس فقط في المنطقة الشرقية بل في كل مناطق البلاد. هذا وأكدت الشركة وصول الحقائب المدرسية بكامل مستلزماتها لمدن المنطقة الشرقية بنغازي المرج البيضاء درنة وطبرق. ونوهت الشركة أنه تم بدء توزيع الحقائب على التلاميذ ذوي الدخل المحدود بالمدارس الابتدائية والإعدادية في مخيم نازحي تورغا بمدينة بنغازي. قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي بترحيل 37 شخصا يحملون الجنسية المصرية من مركز إيواء جنفودة إلى منفذ مساعد البري. وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي أن عددا من المرحلين لا يوجد لديهم أوراق ثبوتية ولا أختام دخول إلى الأراضي الليبية، والبعض منهم مصاب بأمراض معدية. أعلنت النقابة العامة ببلدية جيمينيس بدخول المعلمين والعاملين في القطاع باعتصام أسوة بالبلديات الأخرى. جاء ذلك في قرار أصدره رئيس النقابة العامة للمعلمين ومسؤول التعليم بإيقاف الدراسة والدخول في اعتصام للمعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بدولة ليبيا. أعلنت النقابة العامة ببلدية جيمينيس بدخول المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في اعتصام أسوة بالبلديات الأخرى. هذا وجاء ذلك في قرار أصدره رئيس النقابة العامة للمعلمين ومسؤول التعليم بإعلان إيقاف الدراسة والدخول في اعتصام للمعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بدولة ليبيا. وتضمن القرار في مادته الأولى توقف الدراسة في كافة أنحاء البلدية، وفي مادته الثانية يتم اعتصام المعلمين إلى حين الاستجابة لمطالب المعلمين والعاملين بالقطاع ولحقوقهم واعتماد قانون زيادة مرتبات وحماية المعلمين والعاملين بالقطاع. نحن معلمي جيمينيس نؤكد إصرارها التام لتأجيل الدراسة إلى حين تحقيق مطالب المعلمين
من زيادة المرتبات وتوفير الرعاية الصحية وقانون حماية المعلم، والنقطة الأخرى المحافظة على وحدة التراب الليبي صدر في جمينس 16/10/2017. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتصام المعلمين وما أسموه بالواقع السيء الذي يعانيه المعلم ورفع مستوى التعليم في البلدية عبر خطوات من أبرزها صيانة المدارس وتوفير الكتاب والمستلزمات المدرسية قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشيرين إلى أنهم اتخذوا جملة من الإجراءات الإدارية لصالح المعلم باعتباره الأساس لرفع كفاءة قطاع التعليم، أبرزها تفعيل مشروع الاحتياط العام. لقناة ليبيا الحدث، محمد العزومي، جمينس. اجتمعت في بلدية ساحل الجبل الأخضر لجنة المساعدات والإعانات في مقر صندوق التضامن بزاوية العرقوب لوضع آلية لتوزيع الإعانات على مستحقيها خلال الأسبوع القادم. هذا وشكلت هذه اللجنة بقرار من عميد بلدية الساحل، وضمت مسؤول مكتب التضامن الساحل ونائب الهلال الأحمر الليبي فرع الساحل ومسؤول الشؤون الاجتماعية بالبلدية وعضوا من ديوان البلدية ومدير صندوق الزكاة بالساحل. يذكر أن توزيع المساعدات والذي يسكن خلال الأسبوع القادم سيشمل توزيع 1000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل انطلاق المؤتمر العلمي لمهنة المكتبات والمعلومات في ليبيا في عصر المعرفة الرقمية. أنا جندي وأمن بلادي أمانة عندي. أنا جندي أنا جندي وأمن بلادي أمانة عندي. يا بلادي الخير والإصرار فيه على العالم وتحدي، ولو بحر الدهر يعاديك نفرش لك روحي وتعدي. أنا جندي أنا جندي أهلا بكم من جديد. استكمالا للجهود المبذولة من قبل اللجنة المكلفة لحل أزمة الوقود، تابعت كاميرا الحدث أحد الاستيقافات التابعة لمديرية أمن زنتان، ومن خلال تواجدها هناك وجدت العديد من الضبطيات من سيارات التهريب محملة بالأغنام، كما تم إيقاف شاحنة محملة بالوقود سعة 40,000 لتر وهي غير مخصصة لنقل الوقود، كما تم ضبط شاحنة أخرى تحمل حوالي 6,000 لتر من الوقود. لنتابع. بالنسبة للضغوطات أنا باش نجيك واضح وللناس باش يبدو فاهمين الوضع شنو. أرانا زي ما تقول رانا بدينا بإمكانيات قليلة من ناحية سيارات، من ناحية الوقود، من ناحية يعني إطارات، من ناحية إمكانيات معدومة، فهمتني كيف؟ لكن حاربنا قصة راهي ماهيش قصة، ما هيش موضوع بسيط، راهي مافيا هذه تعتبر مافيا، فهمتني كيف؟ لكن صار لنا ضغوط وصار لنا إغراءات بالمال وبالرشوة بواحد، لكن الحمد لله وكان صارت خروقات احنا نقدر كيف نحاول نسيطر، لكن الحمد لله بالنسبة لي وللمجموعة اللي عماية من الأفندي عبد المولى ومن الأفندي فوزي والأفندي عادل 11 وأعضاء مديرية الأمن زنتان والبحث الجنائي، فهمت الحمد لله يعني قضينا على التهريب بالحد الآن 100%. أقيم بجامعة عمر المختار البيضاء المؤتمر العلمي لمهنة المكتبات والمعلومات في ليبيا
في عصر المعرفة الرقمية برعاية كلية الآداب تحت شعار التحديات والجاهزية والاتجاهات. نحن الآن في مؤتمر بجامعة البيضاء، مؤتمر لمهنة المكتبات والمعلومات. في الحقيقة يأتي هذا المؤتمر ضمن يعني اهتمامات المتخصصين بالمهنة بشكل عام. تعتبر مهنة المكتبات والمعلومات يعني في عصرنا هذا، عصر الثورة الرقمية وعصر المعلوماتية، يعني يأتي هذا المؤتمر لمناقشة القضايا والأحداث المعلوماتية وكيفية تكوين اقتصاد معرفي في ليبيا. فبالتالي يأتي أساساً من يعني من تأهيل المتخصصين، فتأهيل المتخصصين ليس هو طبعاً بطبيعة الحال يعني يقتصر على الجانب المكتبات فقط، وإنما الجانب المعلوماتي يعتبر يعني من الجوانب المهمة اللي يفترض الاهتمام بها. ويناقش طبعاً المؤتمر العديد من المحاور اللي هي تعنى بمهنة المكتبات والمعلومات وكيفية الخروج بتوصيات قد تفيد في إحداث نوع من التطور على المقررات والمساقات الدراسية في أقسام المكتبات والمعلومات على مستوى الجامعات الليبية. انطلقت امتحانات القبول للطلبة بالالتحاق بالمعهد العالي للمواصلات والنقل بالرجبان، حيث أجريت امتحانات في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء. جاء هذا بعد الانتهاء من فترة تسجيل وقبول الطلبة بالمعهد والتي دامت قرابة شهرين، حيث تقدم حوالي 126 طالب من خريجي شهادة الثانوية تخصص علمي والمعاهد المتوسطة من جميع المدن الليبية. هذا وستكون فترة الدراسة بالمعهد 7 فصول دراسية دون حساب الفصل الأول باعتباره فصل تمهيدي للغة الإنجليزية، وذلك لأن الدراسة بالمعهد تعتمد على اللغة الإنجليزية في جميع المواد. امتحان القبول ل أول دفعة للمعهد لخريف 2017. طبعا فتحنا القبول الطلبة من مدة شهرين مضت بإعلانات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق مجموعة إعلانية من مجموعة إذاعات، فالعدد اللي وصل 126 طالب من مختلف أنحاء ليبيا، عندنا منطقة الشرقية، عندنا من الجنوب، عندنا من طرابلس، المنطقة المحيطة بنا. المعهد طبعا حرصنا في البداية على توضيح ماهية المعهد، كوننا المعهد لغة التدريس به لغة الإنجليزية. المعهد تكون طبعا من 7 فصول دراسية، الفصل الأول غير محسوب من الفصول النظامية اللي هو حاليا الطلبة اللي يمتحنوا للفصل التمهيدي. الغرض من الفصل التمهيدي اختيار أفضل الموجود أو أفضل المتقدمين من الطلبة يمشوا في برنامج لغة إنجليزية، كورس لغة إنجليزية لسمستر فصل دراسي، بعدين حسب نسبة النجاح يقبل مجموعة من الطلبة يدخلوا المعهد بصورة نظامية. قامت مدرسة النورين الثانوية للبنات ببنغازي بإفادة الطالبات المتحصلات على ترتيب متقدمة خلال اجتيازهن للشهادة الثانوية بتقدير مرتفع للدراسة في كندا، وذلك بتعاون دولة كندا التي قدمت منحة دراسية ل37 دولة في شمال إفريقيا. وتحصلت مدرسة النورين على هذه المنحة على مستوى كامل ليبيا، حيث ستقوم المدرسة بإفادة الطالبات للخارج وفقا للمتطلبات والشروط الموضوعة. طبعا نحن عندنا مدرسين أكفاء يعني، والحمد لله حيتعاملوا على الطالبة
عن طريق اللابتوب المعلومة حتكون تصلها ممكن حتى في الحوش ويقعد في الحوش أيوة امتحانها. بالنسبة للعشرة الأوائل طبعا هذه منحة ديرتها دولة كندا لسبعة وثلاثين دولة من شمال أفريقيا حظيت بها مدرستنا نحن على أساس أن العشرة الأوائل بإذن الله اللي يطلعوا من المدرسة في التعليم شهادة ثانوية أيوة مطلوب تطلع من العشرة الأوائل نحن نعطوها الموقع تعبي الابليكيشن ونحن المدرسة نحن اللي حنزكوها وحسن السيرة والسليك تطلع من المدرسة اللي هي موجودة فيها. يصادف اليوم 15 من أكتوبر في كل عام اليوم العالمي لغسل الأيدي، ويسعى المشاركون في كافة المؤتمرات والفعاليات الخاصة بهذا اليوم لنصح المشاركين بضرورة غسل الأيدي تجنبا للأمراض المعدية. يحتفل العالم يوم 15 من أكتوبر في كل عام بفعالية اليوم العالمي لغسل الأيدي، ويسعى المشاركون في كافة المؤتمرات والفعاليات الخاصة بهذا اليوم لنصح المشاركين بضرورة غسل الأيدي تجنبا للإصابة بأمراض خطيرة أو أمراض معدية أيا كانت، أبرزها التهابات المخ والكبد والسكري وارتفاع ضغط الدم. هذا الشعار مستخدم في الاحتفال باليوم العالمي لغسيل اليدين عبر أرجاء العالم أجمع، ويظهر بالصورة رمز للماء والصابون واليد، ويقول الأطباء إن الذين لا يغسلون أيديهم يكونون عرضة لتراكم الميكروبات وتنتقل منها لجميع أنحاء الجسم سواء عبر اللمس أو الاستنشاق، وهو ما يعني المزيد من فرص العدوى بالميكروبات كون وجودها على اليدين يؤدي للإصابة بعدة أمراض كالسمنة وأمراض السكري والقلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم. وذكر استشاريو الحساسية والمناعة أن الغسل بالماء يوميا يطهر الجلد ويزيل العرق والأملاح والميكروبات، ولذلك من فوائد الوضوء أن غسل اليدين يكسب المرء روحانية فتمهده وتجعله مستعدا نفسيا وروحانيا لأداء صلاته. غسل اليدين بالصابون من بين الطرق الأكثر فعالية لتجنب الإسهال والالتهاب الرئوي اللذان يوديان بحياة 1,400,000 طفل قبل بلوغهم سن الخامسة، فهذا السلوك البسيط يمكن أن ينقذ الأرواح ويخفض الإسهال بنسبة النصف تقريبا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة بمقدار الربع تقريبا. أصيل الزياني، ليبيا الحدث. ختام النشرة، لم يتبقى إلا التذكير بالعناوين. لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب والدولة تتفق على إلغاء المادة الثامنة في الاتفاق السياسي. مجموعة من السيدات تغلق الإشارة الضوئية بالقرب من نادي الاتحاد. وعميد بلدية بنغازي يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني. ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر على موقع القناة الرسمية ليبيا الحدث دوت تي في. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.